السلام عليكم. تشكروا هذه الصحيفة ديال أشواقع على التغطية ديال الموسم البحيرات، اللي بغيت نعطيك واحد النبذة عليه. أن هذا الموسم ديال البحيرات يتكون من 12 قبيلة. هذيك 12 قبيلة من بينها واحد الدوار اللي دوار الهرامشة، اللي تبقى هو واحد الهرام من الأهرامات اللي فيها الناس ديولا، من بينهم حبيب الجلالي والحاج قردام والحاج عامر وبالغالي والحاج دغوغي، ولا نسيت شي حاجه يسمحوا لي. هاد الناس هما اللي كانوا تنظموا الموسم عن طريق هذيك الساعه ما كان لا هاتف نقال هذا قبل الكلمه، وكان تيكون ناجح 100%. ناهيك على شي ناهيك على الموسم في الموقع ديالو، في الحديث اللي تنشوفوا ولاو فيه شي سلبيات، اللي الحمد لله هذا العام حاربتها السلطات اللي كانت يد عن يد ان ما وقعاتش بحال العام اللي فات، وهذا كان سبب من اسباب اللي الموسم ما كانش ناجح 100%. الحمد لله نتمنوا الاعوام الجايه ان شاء الله يرجع المكانه ديالو، لان من قبل هذه العادات السيئه ما كانتش عند موسم البحيرات، واللي جابوها اللي انطلقت من 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 اللي جابوها الناس ديال المدينه. اما الناس ديال الباديه راه عارفين تتبقى الحشمه، تبقى هذا. والحمد لله هذا العام تنتفاجئوا ان السلطات كانت بالمرصاد والموسم تقريبا نجح واحد 80%، 80%، لان الناس الشرفاء خلاو يعني ما عطاوش الطبوريده حقها، وما عطاوش شي حوايج مهمين ما عطاو وحاربوا هذه العاده السيئه الحمد لله تمت بنجاح. ونتمنى ان شاء الله ان هذا الموسم يبقى عن جيل من وراء جيل، والتقاليد ما تنقارضش، لان حفظ الله بعدا ان كومشا توقع المشكل اللي وقع الاعوام هذا كان غيكون له تاثير على السنوات اللي جايه. تشكروا الناس ديال الصحافه على هذه التغطيه، وعلى انهم تما كان عندهم دور كبير باش يحاربوا هذيك التقاليد السيئه، وتشكر السلطات المحليه والدرك الملكي وجميع الاخوه وهاد الناس اللي ساهموا في هذا الموسم بنجاح. اللي وقع في الملابس الداخليه وداكشي اللي تيوقع الناس الله يهديهم، هذاك الشيء من نقدروا نقول لك ها هو الموسم الحمد لله كان تيدوز كامل بنجاح، كل عام كان تينجح بنجاح، بحال نقولوا بحال الشغب في الملاعب، تيخرج لك واحد من الشب تيخرج لك على ماتش كامل، كذلك بحال هكا، مرات تجي قلة الوعي، هذاك الشيء مين جايبينه؟ راه جايبينه من تيشوفوا هذاك بحال الموسم ديال الشياط ما كان وقع عليه هذا المشكل، موسم مولاي أمغار، عاد الناس تيمشيو على هذا الجهل وهذا، وبما أن البحيرات عندهم واحد التاريخ ديال الشرفاء وتاريخ قديم، تيتوهموا ان غيتقضى لهم الغرض، ولكن اللي تنصح بحال هاد العادات ما خاصهاش تبقى، واللي تيبقى هو التقرب من الله عز وجل هو الاساس، وهاد سيدي بحير راه تيبقى ولي من اولياء الصالحين، راه ماشي شي واحد انه اللي تنتبركوا به ولا هذا واحد الى عاودتك على واحد النبذه ديال سيدي بحير. سيدي بحير القصه ديالو انه كان في كرم الضيف، وكان جا عند واحد السيد انه كرمه، هذه هي القصه ديال كرم الضيف. ملي جا كرمه قال لي انت من عوض انك غتمشي لشي قبيله ترجع القبيله ديالك غتبقى حدايا في هذه القبيله، وغنراعيك وغنكرمك وغتبقى ان شاء الله تتولي بخير. على ما حال تبع ليه مشى عطاه واحد القبيله عاش فيها، بدا من بوالو، ومن تما دار الفلاحه وبدا يتقدم وهذا، ولكن في نفس الوقت انه بقى عاقل على هذاك الخير اللي دار فيه هذاك السيد. من تمايا دار قبائل منها هذه البحيرات. هذا السيد ملي توفى تكرم، ملي توفى تكرم الضيف توفت هذا السيد بحير ودفن حداه. هذه هي القصه، من ثم توارثت على الاجداد وتوارثت على القبائل. ومن الايجابيات ديال هذا الموسم عاد عبد ربي، انا من صغري انه تعلمك واحد شي حوايج اللي قلال دابا في هذا الجيل اللي طالع.
انه تربيك انك كيفاش انك تتركب على الخيل، تربيك انك كيفاش تركب على الخيل، تربيك انك كيفاش انك تركب الخزانه، تعلمك انك كيفاش تجمع مع ناس كبر منك وتاخذ من عندهم، تاخذ من عندهم الحكمه وتاخذ من عندهم. والحمد لله الى رجعنا ان الدراري اللي تعيشوا هذه اللحظات انه كيفاش انه تعيش هذه اللحظات انه تنجحوا في حياتهم 100%، بغض النظر على هذا الجيل اللي طالع دابا اللي تنتاسف بزاف ان والديهم ملي توفاو ما بقاوش تابعين التقاليد ديالهم. لهذا النصيحه ديالي ان دابا كما انا عندي وليد تنجيبه باش يشوف هاد الخيل ويشوف هاد ويشوف التقاليد وهذا باش يعيش كما عشتها انايا، غيولي يعتمد على راسه، يفيق مع الصباح وانه يهز حوايجه مده اسبوع باش يحط الترحال ديالو في اير. هادو هما الايجابيات اللي عشناهم من صغرنا، وتنتمنى ان شاء الله انه ما ينقارضش، لان حرام بحال هاد الحوايج بحال 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 هاد العادات ان تنقرض ان تفكرنا في الاجداد وفي الاحباب. ومن هاد المنبر اني كاني من واحد القبيله اللي تنتمي هاد دوار البحيرات، منها قبيله الهرامشه اللي تنحيي واحد السيد اللي ضحى بالمال ديالو وبالنفيس ديالو وبالعمر ديالو وكان تيوقف معنا مسكين بجميع الحوايج ديالو. تنتمنى ليه الشفاء، هو الحاج قرضام، الشفاء العاجل، والله يحفظه لوليداتو، لان هاد الموسم خطانا بزاف وكانت عندنا شي حاجه ناقصه في حياتنا، لانه تيبقى هو الاب الروحي ديالنا. وشكرا.